السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. بحبكم في الله. رمضان كريم، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. وأبتدي كلامي بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. طبعا الفترة دي أنا بتكلم عن الرؤية الجميلة في حياة الإنسان. عايز أكلمكم عن يعني رؤية أنا شفتها، سبحان الله يعني إيه قد إيه جميلة. انا كنت بزرع الشارع هنا شجر من كام سنه، يعني كان في عز الحر بطريقه غير عاديه، فانا زرعت الشارع وصاحب المدرسه يعني سبحان الله مش مفكر ان هو يعني يزرع شجر على اساس الاطفال الصغيرين، هو يعني بيصعبوا عليا وكده. فالمهم انا كنت طالعه بعد فتره الظهر دي ومستنيه فتره كبيره لحد ما الشجر ده يتزرع. فانا طلعت، والله يا جماعه انا حطيت دماغي على الفوتيه كده، والله يعني سبحان الله انا ما نمتش، انا ما نمتش خالص. ف ما بين التغميضه ورحت عامله كده شفت شجر سبحان ما خطر على قلب بشر، سبحان الله كانه مغسول بانهار الجنه يا جماعه. الوان سبحان من خلقها، الوان عجيبه، اكن الشجر يعني مثمر بالوان جميله وكانه اتغسل بانهار الجنه. انا بما ان انا بتكلم عن دلوقتي الشجر هحكي كمان حاجه تانية. يعني قبل ما انام برضو بقول ايه، حبيبي يا الله، حبيبي يا الله. فبصيت لقيت ان انا تحت ظل شجره، الشجره ده هي جنبها نبع ماء، فانا ببص على ساق الشجره كده سبحان الله كانها في السماء الاولى. يا جماعه قولوا حبيبي يا الله وخليكم دايما في ذكره، يعني ما تبعدوش عن ذكر الله ابدا. فانا ببص كان الشجره يعني في بدايتها في السماء الاولى سبحان الله، ببص على فروع الشجره اكنها في بدايه سماء ورا سماء ورا سماء، كان ربنا سبحانه وتعالى خلاني اشوف الشكل ده. بس الشجره شكلها ايه يعني حبيبي يا الله؟ الشجره عباره عن قلوب، كلها قلوب، اطراف الشجر اطرافها نوراني كده اخضر، وفي النص كانها زهره، يعني القلب كانها زهره بلون وردي كده جميل. فالشجرة عظيمة الخضار وعظيمة الورد، بس مغسولة برضو بأنهار الجنة سبحان الله. طبعا معروفة ان احنا عندنا في بلادنا العربية وكده يعني الشجر بيبقى مطرب، فاللي انا شفته ده انا سبحان الله رغم ان انا شفته بس مش قادرة اوصفه. حبيبي يا الله، يعني كل عام وانتم بخير، ربنا يسعدكم. وعايزه احكي لكم حاجه تانية يعني حصلت لي معايا. انا قاعده في مره في مكان عام، فبكتب الحاجات اللي انا ابتديت احكيها لكم دي، وبقول ان انا بقول مثلا انا بقول حبيبي يا الله طول عمري، انا حبيبي يا الله، انا بقول ان انت حبيبي من يوم ما انا خلقت ادم، من يوم ما كان ادم كان سيدنا ادم منجدل في طينته. وعماله بكتب في الافكار اللي جوايا كلها عشان ابتدي اكتبها على الفيس انا قبل ما يجي لفكره ان انا يعني ابقى يعني ليا قناه وكده. وعماله لسه بقول حبيبي يا الله وقولك الحق في سوره البقره، سبحان الله يعني فيما معناها وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. مش ممكن تتخيلوا اللي حصل، يعني انا لسه بقول حاجات في قلبي حبيبي يا الله ان انا حبيبتك من يوم ما ان خلقت ادم وبيني وبينك عهد، حاجات بيني وبين نفسي انا بكتبها. بعتذر لكم لان الشارع عندنا هيفضل في الدوشه كده على طول، وانا لو فضلت ان انا مستنيه ان الشارع يهدى سبحان الله انا مش هعرف اعمل فيديو، فخليني بس في القصه عشان ما انساش. وان انا حبيبتك من يوم ما ان خلقت ادم، وبكتب حاجات سبحان الله بسردها كده انا بيني وبين نفسي. والآية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وأنا كنت أقول لك حبيبي يا الله إن أنا أول إنسانة في صحيفة الخلائق، أنا حبيبتك من قبل رابعة. فوالله يا جماعة لسه بكتب وعلم آدم الأسماء، بكتب الآية رد يعني فرح معدي راجل كده كان ناس سبحان الله ملوش علاقة بأي حاجة، وانا قاعده فرح قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. فانا عملت كده بصوت عالي قلت الله اكبر وبكيت، ايه ده انا بكتب حاجه طول عمري بيني وبين ربنا سبحان الله انا بقولها، الراجل معدي بيقول نفس الكلمات وكان ربنا بيرد عليا سبحانك حبيبي يا الله.
وبيأكد او بيرد عليا. سبحان الله دايما كده اقول يا رب انت بترد عليا دايما من اذاعه القران الكريم، كل كلمه اقولها الاقي الرد سبحان الله تعالى. فقمت قلت للراجل يا حاج انت ايه اللي دافعك ان انت تقول ايات الله سبحانه وتعالى في سوره البقره؟ قال لي ما اعرفش يا مدام، انا عديت قدام حضرتك كده لقيت نفسي بقول وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ده حصل معايا يا جماعة سبحان الله. فما أعظم حب الله سبحانه وتعالى. ففي يعني شعر أنا سبحان الله يعني أنا قلته يعني في يوم من الأيام، يا رب يعجبكم. يعني هو في معظم الحاجات اللي حصلت لي في حياتي وأنا بقيت أقول شعر مواقف، يا رب الشعر يعجبكم. حبيبي يا الله منذ كم من الزمان تناديني، مذ كان آدم منجدل في الطين، لابد للحبيب من لقاء حبيبي، فأرد نعم سيدي هذا يقيني، كنت أغوص في الحياة لكن مناد من عند العرش يناديني، قلت لقريب رأيت حبيبي محمدا، رأيت فاطمة ودموع فراقها في أعلى سماء أحرقت عيني، قال لا بالكذب تؤذيني، فاطمة ابنتي أحفظ منك للقرآن والدين، أيتها السكين قطعي شراييني، فصاحب القلوب من عند العرش ينادي. حبيبي يا الله. فتذكرت عهدا كان بين حبيبي وبيني حين كنت ذو ضفيرتين، قلت حبيبي يا الله فاشهد، حبيبي يا الله فاشهد بأن إبليس من اليوم عن حبك أبدا لن يثنيني. كنت أظن أني وحدي، كنت أظن أني وحدي، فسمعتني أختي فقالت يا صاحبة الكلمات كفى سحرتيني، فتسمع جنود الشياطين، فتسمع إبليس وتسمع جنود الشياطين، وقرر لهذا العهد وهذا العشق أن ينسيني، واكتال في تحزيني، واكتال في تحزيني، فأبكي وأقول سيدي أنا حبيبتك فما الذي يبكيني، يا من رفعت فوق أعلى سماء بحبك جبيني، فأسمع نداء من عند العرش يناديني، لا بد للحبيب من لقاء حبيبه، فأرد نعم سيدي وهذا يقيني، فيا إبليس نعم كم قدرت أن تؤذيني، ولكن لحبيبي لم تقدر أبدا أن تنسيني، ويكفيني ويكفيني أن رسول الله في المنام منك كان يرقيني، ويكفيني أن رسول الله في المنام منك كان يرقيني. حبيبي يا الله، حبيبي يا الله، يكفيني منك يوم اللقاء، يكفيني منك يوم اللقاء، يوم اللقاء كلما اقتربت من عرشك العظيم بذاك النداء تناديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.